نجلة سامي، حرم الشهيد العميد، عامر عبد المقصود، نائب مامور قسم كرداسة. طبعا دي مش وفاة، دي كانت مجزرة ومن أبشع المجازر اللي حصلت على تاريخ جمهورية مصر العربية كلها. يعني دي الحادثة دي تهزلها العالم العربي كله، بل كمان الدول الأوروبية، لأن أنا جالي برقيات تعزية من بلاد كتير، من ألمانيا ومن اليونان ومن سويسرا. يعني عامر عبد المقصود كان يعني أكتر حاجة هزت تاريخ العالم العربي كله حادثة الشهيد عامر عبد المقصود، كرداسة عموما. يعني اولا انا طبعا انا بوجه رسالة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اللي هو خلصنا من الارهاب اللعين مرسي واعوانه. بس طبعا ان انا بقول له ان عدى سنة وشهرين وما فيش اي محاكمات تمت. كل يعني معروف ان قضية كرداسة دي كانت حاجة بشعة جدا، 188 نفر اتقبض عليهم ما بياخدوش محاكمات لغاية دلوقتي، ناس قاعدة في السجون بتاكل وبتشرب وعايشين حياتهم واحنا دمنا بره بيتحرق. فانا طبعا ان انا يعني انا بقول ان القضاء المصري ما اخدناش حقوقنا لغايه دلوقتي. وايه السر في تاجيل محاكمات لغايه سنه وشهرين؟ يعني دي اساسا ده كانت متصوره، هم كانوا بيعملوا ايه في الضباط والمجندين والافراد؟ يعني هي اساسا الحادثه كانت بشعه جدا جدا جدا. فيعني اللي انتوا شايفينه ده كله، هل ده ما هزش مشاعركم؟ زي ما احنا بيتحرق دمنا كل يوم والتاني ان كل مره القضيه بتتاجل، طب ولغايه امتى التاجيل؟ ولغايه امتى دمنا هيتحرق؟ دي ما فيهاش، ده الامر محسوم، 1+1 يساوي 2 اساسا. يعني المفروض ان الناس دي قتلت، ومش قتلت وبس، لا ده تمثيل بجثث. يعني انتوا عايزين ايه لما في ناس معترفه باللي هم عملوه؟ هل ان ده يعني مثلا ده يحق لكم ان انتوا تاجلوا محاكمات؟ فانا بطالبه، انا بقول ان انت رئيس الجمهوريه والمفروض ان انت مش اي محاكمة، لا ده يعني بصي محاكمات عسكرية وآجلة ويكون، مش هنقول بقى ان احنا في ميدان عام، لان طبعا هيقولك لا ما ينفعش وما ينفعش. ده اقل حاجة من حقوقنا ان الناس دي تاخد اعدام. ومش كده وبس، يعني انا واحدة من الناس زي ما اتعمل في عامر، العين بالعين والسن بالسن والبدي اظلم، ان في ناس تمثل بجثثهم كقطع شرايين ايد ومية نار اتدلقت، انا كمان بيحقلي ان انا اللي عمل كده في عامر عبد المقصود يتعمل فيه واكتر من كده. انا مش عارفه اقول لهم ايه والله العظيم. في العيد العيال كلها بتلعب، هم بيقولوا لي فين بابا عشان يلعبنا ويجيب لنا اللعب اللي احنا بيجيبها لنا كل عيد. نزلت جبت لهم كل اللعب اللي عايزينها. لو احنا واصلين ومن طبقات عاليه كان حقايا نجوم، ولا عشان هنسال قد حالنا؟ احنا مالناش الا ربنا. وانا بقول له يا رئيس، يا اللي خدت المسؤوليه، احنا مالناش الا ربنا. بس طالما شلت المسؤوليه اقف معانا، احنا مش الشعب الغلبان اللي على قد حاله يجيب لنا حقنا. انا مش عايز حاجه غير حق ابني، عايز القصاص. وحرام مش اللي مات ده لازم يموت زيي؟ ها، مش هو اللي العدل بتاع ربنا؟ ولا انا بطلب حاجه زياده؟ يا ريت الكلام ده يوصل ويحس بينا. وانا بطلب من القضاء، أنا بطلب من القضاء القضية دي، يعتبر ابنه، يعتبرهم أبناءه وإخواته، ويشوف هو اللي حصل فيهم ده. لو يرضيه هو، يحكم بالعدل، إن الناس دي لازم القصاص. إحنا مش عايزين إلا القصاص، مش عايزين السجون تتملي، عايزين نفضيها عشان يبقوا عبرة لأي حد. بنطلب من القضاء إن إحنا عايزين القصاص، مش عايزين أكتر من كده. والله العظيم خايف عليهم، والله انا خايف على كل عسكر وكل امين وكل ضابط وكل واحد اقول له خلي بالك والنبي ما تلبس البدله ديت، خلي بالك. وانا مش خايف عليهم، انا خايف عليهم لانه كلهم ولادي وكلهم اخواتي، الكبير فيهم اخويا والصغير ابني، اخواتي وعيالي، خايف عليهم. لازم يشوفوا حل بدل ما يصفوا كلهم، لازم يشوفوا حل الموضوع ده، ما يفرحوش بملي السجون. ما كان قبل كده السجون مليانه وهربوا، يستنوا ايه لما يهربوا تاني ويخلص على الباقيين؟ انا بحس بكل ام عشان انا اتجرحت واتوجعت وجع كبير قوي.
اتوقعت وقعة كبيرة قوي، اتوقعت وقعة كبيرة قوي. اللي ده هو اللي يحس بيا، ابن الوحداني، الوحداني ما عندوش غير واد ولا بنت، ما عندوش غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. هو شهيد النقيب محمد محمود عبد العزيز كان صاحب اول مدرعة تقتحم ميدان النهضة، وهو السبب في فض اعتصام النهضة. وصل للمدرعة بتاعته بعد نص ساعة عند جبهة الجامعة، وبعدين لما لقى الناس في حالة فزع المعتصمين وخصوصا الحريم والاطفال اللي كانوا معاهم، هو حب يعمل لهم طريق امن زي التعليمات اللي كانت جاياله، ان ضبط النفس ونخرجهم طريق امن. هو بيخرجهم اثناء خروجه في طريق امن، واحد كان قاعد مع اطفاله قدام باب الجامعه، فبيقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ انت سكت، انت جيت هنا عشان تقعد انت وزوجتك، انت جايب الاطفال دي ليه؟ حرام عليك، مالهم ذنبهم ايه الاطفال دي؟ اتفضل يطلع بره. وهو بيطلعه بره كان العسكري بتاعه انضرب برصاصه، العسكري اللي واقف في ظهر النقيب محمد الشهيد محمد كان خد رصاصه، فمحمد بيمسكه، فالتاني الارهابي دوت اللي كان بيطلعه طلوع امن ضربه بالنار، خد العبايه، خد الالي من عبايه زوجته وضرب مع الشهيد محمد بالنار، وضرب ضابط تاني، بس الحمد لله الثاني الحمد لله سلم، سلم وبقى كويس. دي يعني القصه اللي قالها لي محمد اثناء استشهاده. وبعدين خد رحله في العلاج بين مستشفى الشرطه ومستشفى دار الفؤاد والجنطره، وتوفاه الله في الجنطره بعد شهر من الاصابه. الحمد لله الحمد لله. ولكن برضو كان اهمال من الداخليه، اهمال من الداخليه مع ظباطها، واهمال مع الداخليه مع علاجها في المستشفيات. يعني مستشفى الشرطه ما زالت سيئه وفيها ظباط اخوان، والداخليه ما بتتحركش عشان تطهر المستشفى من الظباط الاخوان اللي موجودين فيها، من الاطباء الاخوان اللي موجودين فيها للاسف الشديد. ولحد دلوقتي ما فيش تحرك، لحد دلوقتي ما فيش تحرك ايجابي ضد الارهابيين في الشوارع. احنا طالبنا بده اكتر من مره، يا اما تدينا فرصه ان احنا ناخد حقنا بايدينا، ما فيش فايده. لا لسه لسه اطالب بيه. هم قالوا لنا انتصر القانون والقضاء، انما انا حاسس ان القضاء حتى بقى ضد الشهداء. بتطوير المحاكمات دي اصبح القضاء ضد الشهداء نفسه. ايه اللي مخليهم يقعدوا لحد دلوقتي من غير محاكمات؟ ليه؟ احنا بقى لنا اكتر من سنه وشويه، يعني دخلنا في سنه وشهرين وانتوا لسه. يا قضاة مصر، مش عايزين تحكموا في قضيه؟ انت عندكم المجني الجاني الجاني، مش عايزين تحكموا في قضيه؟ ازاي قاعدين مره مرافعات ومره شهود ومره مش عارف ايه ومره مش عارف ايه؟ شهداء كرداسه اللي ماتوا قدام الخلق كلهم ما كانوش منتظرين من الارهابيين شهود ولا مرافعات ولا بتاع، اتقتلوا فورا، وانتوا لسه قاعدين تقولوا لي شهود ومرافعات؟ حرام عليكم يا قضاء مصر، حرام عليكم. ما اقدرش اقول اكتر من كده. نعم.